السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا ابنتي فاطمة محمد عبد الله عايض من اليمن. كانت بتعاني وعادها صغيرة، تعبت يعني، كانت كل ما أجي أرضعها فتتعب، فأخذتها إلى الدكتور، فقال الدكتور إن عندها فوق في القلب وضغط في الشريان الرئوي. She had a very big hole between lower chambers of the heart. Her mitral valve was not well formed and it had obstruction, so that we call parachute mitral valve. It was severe MS along with this. And along with that, the superior vena cava, which gets bad blood from upper part of the body and is on right side in most of us, was on the left side. فاضطرت ان انا بعد سنة وعمرها سنة سافرنا في الاردن. طبعا الاردن ما جابوش اي نتيجة، يعني 15 يوم جلسنا في المستشفى، وبعدين في النهاية قال الدكتور لم يستطع ان يفعل العملية، وبعدين نزلنا لليمن. طبعا اخذنا هذيك الوقت من عمر سنة لحد ما قضي عمرها 10 سنوات، واصل تعبانة يعني، اسبوع في البيت واسبوع في المستشفى، تعبت زيادة. بعدين اضطريت انني اجيبها الى الهند، فاجيت للهند ورحت مستشفى اكثر، يعني 2 مستشفى، فقالوا مستحيل العملية طبعا. فرجعت جيت لعند المستشفى بي ال كي ماكس عند الدكتور رامجي. When we examined her, her lung pressures were very high, just short of the blood pressure. So in that, it was very high risk for operation. But we knew that without operation, she would not have long-term benefit. I told them that this hole will be closed and mitral valve will need to be repaired. But in case repair is not satisfactory, we'll have to replace it. So they agreed. And we operated upon her last month. We closed the hole and we could repair the mitral valve in a way that obstruction came down to almost minimal. صراحة صعب انني اوصف الدكتور هذا. الدكتور هذا يعني اخذ شيء، يعني فعل شيء المستحيل يعني. She was less short in breath when she was playing. صعب انني اوصف او انني اتكلم في عنده يعني. فالدكتور هذا يعني أنقذ بنتي، فبعد ما يعني موتوني يعني بشكل بطيء، الموت البطيء، على إنها بتموت وعلى إنها مستحيلة العملية وأشياء كثيرة. فالآن بنتي الحمد لله بيبي يعني ممتاز، يعني أحسن من الأول بكثير، وضعها كثير ممتاز. وشكرا للدكتور رامجي في الأخير وفي النهاية.